السؤال الثاني موضوعه انتشار العلاج بالرقية الشرعية. الكلمة الأحد السادة المستشارين من الفريق الاشتراكي لتقديم السؤال. شكرا السيد الرئيس. سيد الوزير، انتشرت في بلادنا في هذه العقدين الأخيرين وأكثر هذا ما يسمى بمحلات الرقاة الشرعيين. نظرنا أنه ما وجدناش مرجع وسند لا ديني ولا قانوني لهذا الناس، ولكن ذلك يشتغلون ويتناسلون يوميا. كيفاش كتشوف الوزارة والحكومة بصفة عامة لهذا الواقع؟ شكرا السيد المستشار. الكلمة السيد الوزير. شكرا السيد المستشار المحترم والفريق ديالكم على السؤال. هذه المسألة في غاية الحساسية والأهمية، وغادي شي اللي نقول لكم راه كتبته ولا بغيت نعطيه لكم كبداية نجدوا يعني الطريق في المعالجة. يقال في اللغة رقاه ورقى عليه، بمعنى استعمال الرقية نفعا له أو إضرارا به. والرقية هي الاستعانة للحصول على أمر بقوة تفوق القوة الطبيعية، كانت معروفة عند الشعوب القديمة، ورد ذكرها على وجه مقصوص في سنة الإسلام، ولم يقع وصفها بالشرعية إلا في هذا العصر. وإشكالها تمتد من الدعاء، حيت كتقول لواحد الله يشافيك، راه كتستدعي واحد القوة غيبية باش يشافيه، راه كترقيه. يمتد من الدعاء وقراءة القرآن إلى كتابة التمائم الحروزة، إلى أشغال من قبيل السحر، إلى ما بعد ذلك. والعلماء وحدهم يمكن أن يبينوا بالفتوى علاقة تشكيل الرقية المذكورة في السنة بأشكال كثيرة يمارس تحتها اليوم ما يسمى بالرقية الشرعية. وهذا يقتضي أن توصف للعلماء جميع الممارسات. موضوع السؤال، وإذا بينوا موقع كل نوع من هذه الممارسات من السنة، أمكن عرض المخالف منها على القوانين المتعلقة بالأنشطة المختلفة، ومن بينها بالدرجة الأولى ما يتعلق بالعلاج من المرض. والذي لا يخفى على أحد منا جميعا أن اللجوء إلى أدعية الرقية هو لجوء في حالة الاضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج أو تعذرت وسائل أسبابه الطبيعية. وحالة الضعف هذه في جميع الأحوال لا تبرر استغلالها في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون. ويبقى وجه منع هذا الاستغلال أمرا معقدا ينبغي أن يندر فيه المخصصون، لأنه أمر يدخل في العرض والطلب، يصعب فيه لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي. وفي جميع الحالات يتعين التمييز بين الممارسة ككل وبين حالة استغلال مناسبتها لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. شكرا. شكرا السيد الوزير. الكلمة أحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا السيد الوزير على التوضيح ديال المعنى وديال الرقية، لأنه من الضروري فهم هذا الموضوع وكذلك كل ما يرتبط بهذا الأمر على مستوى ديننا الحنيف. لذلك فاحنا على علم أنه لا يوجد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يحيل على ما يجري حاليا اليوم، حتى في النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه بالذهاب إلى الأطباء. والرقية كما قلتم في الأصل هي دعاء، لكن احنا اللي كهمنا اليوم في بلادنا أن هذه الآثار السلبية لهذه الممارسة العلنية وليست سرية، هناك محلات علنية بلوحات مثبتة على محلات تدعو الناس إلى الإتيان إلى المجيء للتداوي من الجن ومن طرد النحس ومن كذا ومن كذا ومن العقم ومن العنوسة وما إليه. ولكن اللي يهمنا احنا الحكومة ديالنا كيفاش كتعامل مع هذا الواقع من منظور ديني طبيعة الحال، ومن منظور صحي، ومن منظور إعلامي، لأننا مفتوحين على فضاء لليوم. هذا الفضاء المفتوح دخلنا للأسف الشديد واحد عزز وكرس هذا الآفة داخل المجتمع، لأن قنوات عديدة جدا كلها مخصصة للأسف الشديد، قناة مخصصة للراقي شرعي أو لراقية شرعية بين قوسين طبيعة بين مزدوجتين. لذلك فإحنا كبلد خصنا هالظاهرة نقاربوها،
بواحد الشكل اللي تخلينا نحدوا منها وما نخليهاش، لانها تنتج بالاضافه لهذا الشيء تنتج اولا تخلف، هي تبعدنا عن العقل دائما، تبعدنا عن العلم دائما، وايضا تستغل من طرف هؤلاء بالنصب والاحتيال من خلال الابتزاز من ناحيه المالي، من خلال التصوير في اوضاع مخله والابتزاز من بعد، من خلال وشفنا ما تفجر في بلادنا اخيرا من فضائح جنسيه في هذا المجال. لذلك فاعتقد ان الحكومه بمكوناتها الاربعه، وزاره الاوقاف، وزاره الصحه، وزاره الاتصال، وكذلك وزاره الداخليه، ما اعتقد ان وزاره الداخليه يغيب عنها هذا الامر وهذه المحلات، وبالتالي مطلوب الاحاطه بهذا الامر، لانه بلادنا ليست بحاجه حقت الامر ان نكرس التخلف بدل ان نفتح ايون المواطن على المشكلات. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة السيد الوزير إذا كان عنده شيء تعقيب في حدود ما تبقى من ثواني. نعم احنا متفقين، غير راه قلت بان كيخص تبين العلماء اشنو كيجري. هما الا بغيتي نازلة يفتيوك فيها قول لهم ها هي كيفاش وصفها. الا وصفنا اليوم يقول لنا هذه عندها اصل في السنة وهذه ما عندهاش اصل، ديك الساعة يعرفوا الناس. كتبقى قضية الطلب والعرض، الا عرفوا الناس يتحملوا مسؤوليتهم ان هذا ماشي شرعي ماشي سني، ولكن راه كيتدار طرق يعني حاجه اخرى. هذا الشيء اللي خصو يكون. مع ذلك انا بحثت على القوانين ديال الدول الاخرى كيواخذوا الواحد الا ارتكب شي حاجه. لان اللي كاريسار وداك الشيء انواع كلها ديال الشيء منتشر في العالم. وزير. شكرا. ونشكرك على مساهمتك معنا في هذه الجلسه، وننتقل الى